السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أخوكم دكتور فارس بن راشد بن سالم الحجري، مواطن من سلطنة عمان، حكم مكتب حكوى والناس، حكوى ريفيتالايز ثيرابي أو العلاج بالمساخن، تجارب المستفيدين من هي أدلة قصصية، شفاء أشخاص من أمراض القلب والأوعية الدموية بواسطة العلاج بالمساخن. التجربة الأولى شفاء امرأة عربية من نبضات القلب السريعة خلال شهرين ونصف بدون أدوية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دكتور فارس، ربي يعطيك وجزاك خيرا. أنا آسيا، مقيمة بفرنسا، بدأت أشرب الماء ساخن شهرين ونصف، الحمد لله شافية من بعض الأمراض لي، هي خفضات القلب السريعة. أخذت الدواء لمدة 4 سنوات من غير نتيجة، والآن وقفت الدواء والحمد لله. ومشكلة أخرى، كان عندي كيس في ركبتي بعد ما شربت مدة شهر اختفى، حتى الأطباء تسألوا المفروض نعمل العملية وفي أشياء أخرى لم أذكرها. الحمد لله، جزاك الله خير دكتور فارس، ربي يخليك صحتك، آمين. التجارب كما هي واردة بدون إجراء أي تصحيح عليها على الإطلاق. التجربة رقم 2، عزيزي الدكتور الحجري، أريد أن أشكرك وزوجتك الجميلة على عودتكم للتحدث معي وإعطائي الماء ساخن للشرب قبل تقديمك للندوة. أنت شخص طيب للغاية، وأقدر حقا الرعاية والاهتمام اللتين قدمتهما. الماء ساخن ساعدني، لقد تعرضت لحوادث الرجفان الأذيني، معدل ضربات القلب غير منتظم وسريع التي استمرت لساعات من قبل، ويمكن أن تكون استمرت حلقة الليلة الماضية لمدة ساعة ونصف فقط. شكرا، مخيفة للغاية، جزيلا لك. وهذه التجربة طبعا عن تحسن الرجفان الأذيني لإمرأة أمريكية هنا في الولايات المتحدة الأمريكية. في الواقع فكرت أن علاجك الماء ساخن، طبعا نفس الشخص امرأة أمريكية، صباح أمس عندما بدأت دقات القلب السريعة وساعدني الماء الساخن الذي تناولته بسرعة، وعدت مرة أخرى إلى وضعي الطبيعي. أنا أطبق علاجك الآن وأتوقع الأفضل عما رأيته من قبل. من فضلك أرجو تقديم شكري لزوجتك الجميلة كاثي. وطبعا هذه تجربات المكملة لامرأة أمريكية التي استفادت من العلاج بالماء الساخن. انخفاض ضربات القلب لامرأة كانت تعاني بشدة من نبضات القلب السريعة، طبعا هذا نفس مكمل للسابق. هذه تجربة جديدة رقم 3. بديت بشرب الماء الساخن منذ 3 أيام وكنت أستفرغ، لكن قاومت ذلك وشربته، وأول ما لاحظته والله الشكر ولله الشكر من قبل ومن بعد هو انخفاض ضربات القلب. كنت استيقظ من نومي وقلبي يكاد يخرج من صدري من ضرباته، كأنني كنت أركض، ومستمرة بالشرب لعلاج الضغط إن شاء الله. وهذا كانت نبذة عن تجارب مستفيدين، يرجى تذكرهم بالإعجاب والاشتراك والنشر وتقديم تجربتك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مع السلامة.